بدأ اليوم الأربعاء تنفيذ بعض بنود اتفاق وقف الاقتتال بين فصيلي جيش الإسلام وفيلق الرحمن في الغوطة الشرقية بريف دمشق. يذكر أن اتفاق إنهاء الاقتتال بين الطرفين أبرم بمبادرة من دولة قطر ورعاية من المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب، حيث تضمن بنودا عدة أبرزها وقف إطلاق النار فورا وتحريم الاحتكام للسلاح بين الأخوة وإطلاق سراح المعتقلين وفتح الطرقات أمام المدنيين. كما اعتبرت الوثيقة الغوطة الشرقية وحدة جغرافية سكانية واحدة غير قابلة للتقسيم إلى مناطق نفوذ، وأيضا الاحتكام في قضايا الاغتيالات والدماء إلى محكمة يتم التوافق عليها والالتزام بتنفيذ أحكامها وبالتنسيق الكامل وبالتعاون المشترك لحماية الجبهات. كما نصت الوثيقة على وضع كافة النقاط الخلافية في ورقة عمل وترتيب أولويات الحل ضمن جدول زمني. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر سكايب من الغوطة الشرقية مراسلنا منصور أبو الخير. منصور، مرحبا بك. ما هي بنود الاتفاق التي دخلت حيز التنفيذ في الغوطة الشرقية، وما البنود التي لم تطبق بعد؟ نعم أصلاً، بالفعل مساء أمس كان هناك اجتماع بين قيادي جيش الإسلام وقيادي فيلق الرحمن، طبعاً بين رؤوس الهرم كقائد العام لجيش الإسلام عصام وضاني وقائد العام لفيلق الرحمن أبو النصر. اجتمعوا مع بعض اللجان المدنية كمحافظ ريف دمشق وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية والشرعية ضمن الغوطة الشرقية لوضع وثيقة أسموها وثيقة إعلان مبادئ بين قائد جيش الإسلام وقائد فيلق الرحمن. نصت على 6 مبادئ أساسية، أولها المبدأ الأول وهو وقف إطلاق النار بشكل مباشر وتحكيم الاحتكام السلاح بين الإخوة، إطلاق سراح المعتقلين وفتح الطرقات أمام المدنيين. بدأت اليوم أولى هذه المبادئ وهي وقف إطلاق النار، فتح الطرقات أيضا، فتحت الطرقات من قبل المجالس المحلية بإزالة السواتر الترابية والسماح للمدنيين بالدخول والخروج بدون وجود الحواجز. طيب منصور، هل تم وضع جدول زمني بالنسبة للبنود التي لم تطبق بعد؟ طبعا اللجنة المدنية التي تتألف من 7 أشخاص مدنيين بينهم رئيس مجلس المحافظة الأستاذ أكرم طعمة سيتابعون جميع المبادئ 6 التي تم الاتفاق عليها وتنفيذها بأسرع وقت ممكن. طبعا لم يتم وضع جدول زمني لتطبيق المبادرة. طيب ماذا عن جيش الفسطاط وما هو موقفه من اتفاق وقف الاقتتال؟ طبعا مع بدء هذا الاقتتال فيلق الرحمن عبر ناطق او المتحدث باسمه وائل علوان صرح بان جيش الفسطاط غير مشترك في الاقتتال بين الفصائل، ولكن هناك نشطاء ضمن الغوطة الشرقية اكدوا هذا الاقتتال، وايضا نحن راينا وجود لعناصر من جيش الفسطاط اشتركت ضمن هذا الاقتتال، كما البيانات التي صدرت عن جيش الفسطاط بالتأكيد على أنها مع فيلق الرحمن بجميع القرارات التي تصدر عنه. طيب، بجميع المبادرات. طيب بالنسبة لتقدم النظام الأخير في القطاع الجنوبي للغوطة الشرقية، هل تواصل الجانبان لرؤية مشتركة بغية استعادة المناطق التي سيطر عليها النظام؟ طبعا الطرفين ضمن المبادئ التي وقعوا عليها كان ضمن المبدأ الرابع هو الالتزام بالتنسيق الكامل والتعاون المشترك لحماية الجبهات. طبعا الجبهات كما ذكرنا قد كان حصر خلاف بعدم وصول المؤازرات من جيش الإسلام بسبب منعها من قبل الفيلق، كما أن الفيلق ذكر بأن جيش الإسلام انسحب من الجبهة الجنوبية. كل هذه المهاترات التي تسببها هذا الخلاف الحاصل بين الفصائل أدت لتراجع للثوار من المنطقة الجنوبية وخسران عدد من النقاط والمناطق ضمن الجبهة الجنوبية. طبعا هذه الوثيقة نصت على التزام بالتنسيق بينهم لإعادة وهذه المناطق التي خسرناها، كما أيضا التعاون والتنسيق المشترك لحماية الجبهات التي هم الآن يرابطون عليها. نعم، شكرا لك. عبر سكايب من الغوطة الشرقية مراسلنا منصور أبو الخير.